بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين. رجع لكم بوارو من ظلام بعيد عشان نستمتع في مقطع جديد. طيب يا إخوان، صلوا على رسول الله. اليوم يا شباب عندنا الخطوة الأخيرة أو الحل الأخير لمشكلة تحديث المتصفح في جهاز البلايستيشن 3. لأن صراحة المشكلة هذه أول ما ظهرت يعني شيبتنا وشيبت من قبلنا وشيبت من بعدنا، وكل الناس يعني وقفت أحوالهم وتعطلت أشياءهم. وصراحة فعلا كثير يعني كثير ناس تعطلت الأشياء بسبب أن المتصفح هذا ما صار يشتغل، مع أن الحل في البداية والنهاية كان صراحة خطوة عادية بسيطة أنك تسويها وصراحة يشتغل معك عادي كل شيء على طول. فإحنا ما أدري هم كان ليش لازم كان يلف ويدور ويعطيك الحل من كل الاتجاهات وبعدين يعطونك الحل الأخير في النهاية، ما أدري ليش صراحة. لكن بعد ما اكتشفناه وعرفناه الآن صار الموضوع كله بسيط إن شاء الله. كل عليك فقط إنك تغير المتصفح وانتهينا وراح يزبط معك على طول. فالآن شباب راح نشرح لكم عمليا كل الخطوات مرة واحدة عشان إذا ما اشتغل معك هذا يشتغل معك هذا، وإذا ما اشتغل معك هذا يشتغل الثاني. فنعطيكم جميع الحلول كلها مرة واحدة في هذا الفيديو عشان ما تضطر تروح لفيديو ثاني وما تضطر تسوي أشياء ثانية غلط أو تروح لفيديو ثاني. بتلاقي كل الحلول إن شاء الله في هذا الفيديو، هو تقريبا عبارة عن 3 حلول. فراح اشرح لكم كله على السريع عشان تفهم الموضوع وتفهم كيف كل سالفه جايه عشان تكون في الصوره وتعرف انت ايش رايح له على طول. تجرب كل 3 حلول ان شاء الله راح في البدايه راح تزبط معك. فشوف خلينا نطول مقدمه كثير ندخل في مقطعنا لهذا اليوم عمليا عشان تفهم كل شيء. بس شباب عندي لكم طلب، اذا انت تحب امك وابوك اتمنى تعطينا لايك على هذا الفيديو وتشترك معنا بالقناه وتفعل زر التنبيهات، واذا ما سويت هذا الشيء اعلم ان الشيطان منعك، فلا تخلي الشيطان يتسلط عليك وحط اللايك والاشتراك الان. لكن شباب قبل كل شيء قول بسم الله وكمل مع الفيديو. طيب يا شباب، انا ما ادري اساسا المشكله هذه صارت ليش، انا ما ادري صراحه. وانا للان عندي المشكله ما هي موجوده عندي في الجهازين، جهاز واحد عليهن هذا وجهاز عليه كاستم. المتصفح ظاهر معي عادي واقدر ادخل على اي شيء احتاج، اقدر ادخل المدونه، اقدر احمل منها، اقدر اسوي كل شيء. انا هذه مشكله صراحه ما واجهتني الى الان، فما ادري هل انا يعني محظوظ او شيء زي كذا او ما ادري ايش. عموما الناس اللي يعني ظهرت لهم هذه المشكله قلنا احنا عندنا تقريبا 3 حلول لهذا الموضوع. اول حل انك اللي شرحنا عنه اول مره انك تروح على الديبوك سيتنج وتفعل منها يعني الديبوك سيتنج. طبعا كثير ناس قالوا ان احنا فعلنا الديبوك سيتنج وما ظهر معنا يعني، والمشكله هذه لسه ما اختفت. فراح ننتقل على الحل الثاني. وكان كثير برضو من الناس يسأل كيف طريقة تفعيل الديبوك سيتنج، مع اني شرحت له مقطع كامل كيف يظهر الديبوك سيتنج، لكن الان لسه ما عرفه. تروح على الاعدادات تنزل تحت اخر شيء بتلاقي ان ما في شيء اسمه ديبوك سيتنج، وقلنا انك تفعله تضغط على الاربع ازرار اللي فوق مع سهم تحت و L3. كثير ناس يقولون L3 و R3 هذا ايش بالضبط؟ هي الانالوج هذا شباب، الضغطة هذه هي، هذه من كذا الضغطة هذه R3، الضغطة الثانية L3. فانك تضغط على الاربعه اللي فوق مع سهم تحت مع L3 ضغطه واحده كلهم مره واحده زي كذا، شفتوا على طول. اما ضغطت كلهم ضغطه كذا كلهم مع بعض في نفس اللحظه ظهرت معي اسمه الديبوك سيتنج. ومن خلال الديبوك سيتنج هذا شباب في خيار عندك اسمه انترنت براوزر، او خلينا نشوف ايش اسمه هنا لاني نسيته، هذا هو انترنت براوزر ديبوك. هو بيكون اوفلاين انت او اوفلاين، هو بيكون اوف خله اون عشان يظهر معك خيارات في المتصفح. هذه الخطوة الأولى اللي بيزبط معك كل شيء. المتصفح هنا تضغط عليه مثلث بيظهر لك خيارات جديدة ما كانت موجودة من خلال بدون ما تفعل الديبوك سيتنج. بعد ما فعلت الديبوك سيتنج بتلاقيها عندك موجودة هنا، تضغط على الخيار الثاني وتحط الخيار الثالث هذا وراح يشتغل معك المتصفح عادي عندك على طول. ما زبط معك هذه الطريقة وما عرفت الديبوك سيتنج كيف يتفعل، تروح عندك يا شباب تفعل هذا الشيء أو تثبت هذا الشيء، عبارة عن باكج واحد. كيف تحمله؟ قد حطيتها لكم من قبل في ال قلت لك من قبل، تروح على الباكج مانجر وتروح على السيستم هنا، هذا هو ديبوج براوزر اللي يخليك يظهر لك متصفح جديد او يفعل لك خيارات الديبوج سيتنج او يسوي لك الخيار اللي هو هذا بدون ما تفعل الديبوج سيتنج. انا قد شرحته، هو عليه علامه اون خلاص بيظهر لك هذه الخيارات بدون ما تفعل الديبوج سيتنج، بيظهر لك هذه الخيارات والخيار الثالث برضه وراح يشتغل معك على طول الانترنت وانت تفعل هذا الخيار. هذا الحل الثاني. اذا ما زبط معك الديبوج سيتنج وما زبط معك هذا الخيار ما راح يكون عندك الا الخيار الثالث هو الاخير، غيره ترى ما اعرف انا حل نهائيا خلاص، لان خلاص اعطيتكم جميع الحلول صراحه. تروح على المتصفح تدخل على الانترنت براوزر يعني عادي جدا، وبيقول لك هنا ابديت ما ادري ايش براوزر المشكله تظهر لكم هذه. اضغط مثلث وروح على التولز وروح على الهوم بيج لو هذا، بتلاقي عندك مكتوب انه ايش بلاي ستيشن اوكي، او المتصفح هذا اسمه متصفح بلاي ستيشن. انت غيره، امسح هذا كله
وحط لك متصفح ثاني مثلا كروم او جوجل، اكتب مثلا كذا hd://google.com google.com عشان تغير متصفح نهائي من متصفح بلاي ستيشن الى متصفح كروم او جوجل، واضغط على اوكي، وبعدين ارجع للخلف، بعدين ادخل مره ثانيه، بيتحول المتصفح من متصفح بلاي ستيشن الى متصفح كروم. شفتوا ظهر عندنا متصفح جديد او متصفح كروم او جوجل، يعني تقدر تدخل عليه وتكتب اللي تريده، مثلا مدونه بار نفس كالعاده بار 9 blogspot.com واضغط على ستارت، وراح على طول يوجهك على نفس المدونه اللي عندنا. انت فقط ايش غيرت المتصفح، انت غيرت المتصفح بالكامل، خلاص ما صار، راح يقول لك ابديت حدث المتصفح، لان المتصفح هذا خلاص انت غيرته بالكامل، فيمديك انك تغير المتصفح اي شيء. خلينا مثلا نختار متصفح ثاني غير عن متصفح كروم، عشان اقول لك انه في عادي في اكثر من متصفح، في متصفح برافي، في متصفح كروم، في متصفح اي شيء ثاني عادي، يعني هوست او سومر او كل هذه المتصفحات يعني زي كذا عادي، بتلاقي عندك اكثر متصفح. خلينا نجرب متصفح ثاني ونشوف. في مثلا عندنا هذا المتصفح اللي هو لايت دوك دوك جو، او هذا زي ما شفته من قبل. خلينا نشوف ايش وضع المتصفح هذا، حطينا اوكي، نطلع بعدين ندخل مره ثانيه عشان نشوف هذا المتصفح هل هو بيتغير فعلا ولا كيف. شفتوا دوك دوك جو، متصفح جديد غير عن متصفح كروم مثلا. فخلونا نبحث برضو في السيرش او نكتب، يعني نروح على المدونه زي كذا، بعدين جو اوكي، ظهر عندنا عادي جدا كل يعني اذا ضرتك مشكله غير فقط المتصفح. فانا مثلا ابي ابحث عنه من داخل في السيرش نفسه، السيرش مو قصدي اسوي زي كذا، ابحث في السيرش عن اي شيء مثلا، بكتب مثلا بوارو صفر واشوف ايش بيظهر لي في السيرش، نشوف هل نقول لكم انه شغال، يعني مثلا بوارو صفر بس، بعدين اضغط على انتر واقول سيرش اشوف يعني هل هو شغال يعني حتى في البحث ولا لا. ايه زي ما شايفين قال لي بوارو صفر يوتيوب او تليجرام او مدري ايش، او حطيني هنا حتى في جيت هوب، هذا ايش بالضبط؟ هل انا مشهور كذا فعلا؟ امزح، يمكن واحد ثاني احتمال، ما ادري ايش بيعطينا بالضبط، لكن ايش ظهر، ايش هذا، ايش هذا، لي علاقه او ما لي علاقه فيه؟ المشكله الصور حتى تتاخر، مشكله الجهاز البلاي ستيشن 3 هنا بطيء في المتصفح وزي كذا، اتوقع ما لي علاقه فيه، ارجع. اهم شيء الموضوع ظابط يعني شباب، خلينا ندخل على اليوتيوب، انا اتوقع هذه اكثر شيء انا متاكد منها، اليوتيوب يجيب قناتي احتمال، لكن انا اقول ان المشكله خلاص بتنحل لما انت مثلا تغير المتصفح، غير متصفح تماما الى اي شيء، كروم ولا دوك دوك هذا وما ادري ايش اسمه ذا، ولا غير اي متصفح ثاني اي يعجبك او شيء زي كذا، وفقط خلاص راح تنحل معك المشكله، ما راح يقول لك حدث المتصفح هذا، المتصفح هذا تبع بلاي ستيشن او تبع جهاز البلاي ستيشن 3 فغيره، وراح تنحل معك الموضوع، تقريبا هذا ما راح يجيبون اي شيء خلاص، ما ادري. اهم شيء المتصفح يعني يشتغل عادي جدا، وتقدر انك تدخل على اي شيء، يعني تقدر تدخل على كل شيء مثلا اللي كانت مدونه او موقع انت تحتاجه او اشياء الجهاز البلاي ستيشن 3 اللي هي ما ادري ايش تحتاجونها، هذه نسيت اللي هي حقة الهن هذه تقريبا كان اسمها ايوه هذا ps3exploit.me، هذه بتكون شغاله اكيد، انا متاكد منها زي ما شايفين، اوكي شغاله خلاص، واتوقع هذا الشيء اللي انتم تحتاجونه فعلا شغال عادي، كل شيء راح يكون شغال، الموضوع ظابط جدا، فقط الحل الاخير انك ايش تغير المتصفح وراح يشتغل معك على طول. عندكم كيف تغير المتصفح؟ فقط ادخل على تولز وعلى هذا الكلام هذا وغير المتصفح من كذا لكذا وراح يشتغل معك على طول، هذه هي الخطوه الاخيره، ان شاء الله يزبط معك واحد من الثلاث. وبس يا شباب، هذا كل ما يجب ان يقال في هذا الفيديو، ان شاء الله انكم استمتعتوا في المقطع واستفدتوا منه وعرفتوا الان السالفه كلها كيف جايه، هم داروا بعدين راحوا في النص بعدين راحوا للاسهل، ما ادري ليش ما اعطونا الخيار الاول اللي هو الاسهل من الاول ووفروا علينا الوقت والجهد، لكن خلاص ان شاء الله انك عرفت الان، وان شاء الله ان المشكلات تنحل عند الجميع، واتمنى يعني اذا كان صعب عليكم اي شيء بخصوص الفيديو او فيديو سابق تقدر تتواصل معي على اي مواقع التواصل الاجتماعي الموجوده في لمحه او في خانه الوصف. وفي شيء اخير لازم تفهمه، ان هذا المقطع انتهى، يعطيكم العافية على المشاهدة لحد الآن، ولا تنسوا يا شباب ضبطونا من اللايك والاشتراك والكومنت والشير والأشياء الحلوة هذا يا شباب، وإذا فاتك شيء بخصوص الفيديوهات عموما تقدر تشوف هذول الفيديوهين الموجودين هنا، تشوف الأول تستمتع فيهم، وإذا حاب ترجع لنا مرة ثانية حياك الله في أي وقت.
ونراكم في لقاء آخر عشان فيديو جديد. مع السلامة.